حديثنا عن انهيار النظام المصري في العالم وأثره مع الأستاذ وليد أبو هلال المحلل الاقتصادي والخبير المالي. أهلا وسهلا بك أستاذ وليد. حياكم الله. أهلا وسهلا. يعني أستاذ وليد، أخبرنا ما هي الصورة الآن للانهيارات المتلاحقة للبنوك والمصارف على مستوى العالم؟ صحيح، لغاية الآن عندنا 3 بنوك في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هي سيلفر جيت وبنك سيجنيتشر وبنك سيليكون فالي وقصته الشهيرة، ولدينا في سويسرا كريديت سويس البنك الكبير جدا واللي تم الاستحواذ عليه من بنك يو بي اس، وهو الآخر أيضا اللي هو البنك يو بي اس السويسري، وهناك بنك ألماني حقيقة أكبر بنك في ألمانيا اللي هو الدوتش بانك. يعني يبدو أنهما يسيران بنفس الطريق، لذلك يعني الصورة أنه وكأنها عدوى تنتقل من بنك لآخر وعابرة للحدود حقيقة. نعم. طيب يعني أستاذ وليد، نحن تحدثنا سابقا عن انهيار السيليكون فالي وأسباب ذلك، لكن الآن يعني مع هذه الانهيارات المتلاحقة، ما الأسباب لانهيار كل هذه البنوك؟ صحيح، يعني الأسباب بالعموم ممكن تلخيصها ب3 عوامل رئيسية. يعني العامل الأول اللي هو سوء الإدارة، يعني كما تحدثت عن سيليكون، بمناسبة الحديث عن سيليكون فالي، كان سوء إدارة واضح، يعني أنه إدارة البنك استثمرت جميع المبالغ الفائضة لديها من الودائع يعني العملاء، واستثمرتها في جانب واحد اللي هو سندات الخزانة الأمريكية، وانخفضت أسعار السندات هذه وخسرت مليارين دولار في ليلة واحدة، وبالتالي حصل ما حصل، يعني انعدمت ثقة المودعين والمستثمرين ببنك سيليكون فالي. في هناك عوامل أخرى تتعلق بالفساد وغسيل الأموال وقضايا يعني جرمية حتى. فيعني مثلا كمثال، خذ مثلا بنك كبير كما ذكرته قبل شوي اللي هو بنك دوتش بانك الألماني، لديه يعني غرامات ومخالفات تقريبا بقيمة 18 مليار دولار في عقدين من الزمان، يعني من سنة 2000 لغاية يومنا هذا. فهذا يعني أنه في هناك تجاوزات ومشاكل غسيل أموال وغرامات وتمويل جهات خارج عن القانون إلى آخره. وهناك عامل مهم أيضا اللي هو العوامل السياسية حقيقة، أو هي تحكم السياسيين بالقوانين، والتي عادة تأتي خلفها يعني أغراض انتخابية، وخصوصا يعني الولايات المتحدة الأمريكية، فتجد أنه يعني قرارات متلاحقة مثلا لرفع أسعار الفائدة ومن ثم تخفيضها والعودة إلى رفعها، كل هذا يؤدي إلى يعني عدم استقرار في القطاع المصرفي، يعني بل بقطاع الاستثمار برمته وليس فقط القطاع المصرفي. يعني هذه الأسباب تؤدي لعدم يقين وعدم ثقة لدى المواطن أو المتعامل مع القطاع المصرفي بالعموم. نعم. طيب من ناحية أخرى أستاذ، يعني ما هو دور مؤسسات تأمين الودائع وكذلك دور الحكومات يعني في حالة انهيار مصرف معين؟ أوكي، دعيني أكد على قضية أنه النظام المصرفي العالمي الموجود حاليا هو يعتبر العمود الفقري لنظام الاقتصاد الرأسمالي اللي هي ماشي عليه كل دول العالم تقريبا بعد انهيار طبعا النظام الاشتراكي في بداية التسعينيات القرن الماضي. فبالتالي تجد انه الحكومات عادة تهب بشكل سريع لنجدة اي بنك يعني يتعثر أو ينهار أو يعلن إفلاسه، سواء بدعمه ماليا أو يعني دفع بعض البنوك الكبيرة من أجل يعني شراء أو الاستحواذ عليه، وهذا ما رأيناه بقصة بنك كريديت سويس السويسري، حيث يعني اضطرت الحكومة السويسرية وبدفع من الحكومات الغربية
انها تجبر او يعني تدفع بنك يو بي اس للاستحواذ على هذا البنك. بالنسبه لمؤسسه تامين الودائع، مؤسسات تامين الودائع عموما تؤمن هي جهات يعني تتبع للبنوك المركزيه بالعاده، وتغطي يعني المودعين بمبالغ معينه. مثلا بالولايات المتحده مؤسسه تامين الودائع او الاف دي اي سي تؤمن 250 الف دولار لكل مودع. لكن راينا او شاهدنا الرئيس الامريكي امام كاميرات الاعلام تعهد بانه يغطوا المودعين بكامل مبالغهم، يعني حتى لو كانت بالملايين. يعني لو كان في مودع عنده 10 مليون او اكثر فالحكومه الفدراليه ستغطي هذه المبالغ، بغض النظر انه بحد مؤسسات تامين ودائع او اكثر. وهذا يعني في النهايه يعني من جيب دافعي الضرائب حقيقه، لانه الحكومه الامريكيه او اي حكومه تغطي افلاس بنك او تعثر بنك او فشل بنك حقيقه، فهو في النهايه يكون من جيوب المواطنين ودافعي الضرائب. نعم. طيب يعني أستاذ وليد، نسمع كثيرا عن مؤسسة البنوك العالمية ذات الأهمية النظامية، ما هو دور هذه المؤسسة؟ صحيح، هاي المؤسسة ظهرت الوجود يعني تقريبا مباشرة بعد الأزمة المالية الشهيرة اللي لمت بالعالم بال 2007-2008. في لدينا لجنة اسمها لجنة بازل للرقابة المصرفية، وهي منظمة دولية يعني، وفي مجلس أو مؤسسة أخرى اسمها مجلس الاستقرار المالي. هؤلاء المؤسستين يعني اتفقوا أو قدموا يعني مقترح وورقة إلى الحكومات الغربية تحديدا بضرورة إنشاء يعني قائمة بالبنوك اللي هي أطلقوا عليها البنوك ذات الأهمية النظامية كما ذكرت حضرتك. وهي البنوك يعني باختصار يقال عنها انه ممنوع تفشل او تسقط اي بنك في هذه القائمه. هاي القائمه يعني تتالف من 30 بنك، ويتم تحديثها كل عام، واول قائمه ظهرت للوجود يعني بعد تحديثها في العام 2011. وفي غالبا تكون البنوك هذه من الدول حقيقه الصناعيه ومن الصين بطبيعه الحال. البنوك هذه الشروط توضع عليها شروط صارمه جدا تتعلق براس المال والسيوله، وكذلك قدره البنك او المؤسسه المصرفيه على امتصاص الخسائر يعني كنسبه. نعم. وبالتالي تجدي انه من داخل القائمه هاي اذا تعثر بنك كما حصل يعني بكريدت سويس وهو من القائمه هذه، واللي انقذوا برضه من نفس القائمه هذه اللي هو بنك يو بي اس. بالتالي الحكومات تتعاون وتدفع انه بقاء هذه القائمه مستقره، ويعني اي بنك داخلها يتعثر يجب ان يهب احد البنوك من نفس القائمه لشراء او الاستحواذ على البنك المتعثر، من اجل المحافظه على بقاء النظام المصرفي العالمي الذي يسود الاقتصاد الرأسمالي الحالي يعني نابضا بالحياة. نعم. السؤال المطروح الآن، هل النظام المصرفي العالمي على حافة الانهيار؟ والله مع اللي بنشوفه يعني كما ذكرت في مقدمتك الانهيارات المتلاحقة يعني للأسف. نعم، يعني النظام المصرفي لم يعد جدير بالثقة من قبل المواطنين ويعني المودعين، لانه اصبح يعني زي ما احنا شفنا خلال العقود الماضيه انه كل 10 سنوات تقريبا اقل او اكثر هناك ازمه، وسببها القوانين والتصرفات المحافظين البنوك المركزيه وفساد الادارات كما ذكرت. لذلك العالم الراسمالي عليه ان يعترف بان النظام المصرفي الحالي لم يعد صالحا وفاعلا كما كان يعني قبل التطور التكنولوجي اللي نشهده الان. يعني من غير المنطقي انه يدار الاقتصاد العالمي من قبل جيروم باول رئيس الاتحاد الفدرالي الامريكي من مكتبه في واشنطن. مشان هيك يعني لابد من تطوير نظام مصرفي جديد يواكب الحقبه اللي احنا ماشيين فيها،
وحقيقة هناك دول يعني أو قوى منافسة للولايات المتحدة الأمريكية تعمل على ذلك وتسعى نعم بشكل حثيث لإيجاد نظام بديل التي يعني تسيطر عليه بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه القوى مثل الصين وروسيا وحتى بعض الدول النامية مثل البرازيل والهند والمملكة العربية السعودية، وحتى هناك دول في أوروبا يعني في الغرب مثل فرنسا يعني أيضا لديها رغبة قوية للتغيير أو تطوير النظام المصرفي السائد حاليا. ما هو الشكل الجديد للنظام المصرفي أستاذ وليد الذي يمكن أن يكون بديل حقيقي عن النظام المصرفي الحالي؟ والله إذا أنا بدي يعني أحلم بنظام، يعني أحلم بنظام حقيقة لا يكون في وسيط بين المقرض والمقترض، يعني يكون نظام كما يقال كما يسمى الند للند، لأنه عادة الجهة الوسيطة هي التي تصنع المشاكل. يعني إذا أنا بدي أقترض مال من حضرتك أتعامل معك مباشرة بدون وسيط بنك، اللي هو البنك عمليا يعني يسرق الأموال من جيوب المواطنين، لأنه هو المال الذي يقرضه ليس ماله حقيقة، مال شخص آخر ممكن موظف صغير يعني أودع راتبه وهو يأخذ هذا الراتب ويقرضه لشخص مستثمر محتاج لهذا الراتب. لذلك أجد أنه النظام المصرفي اللي هو الند للند أو بي تو بي هو النظام اللي ممكن ينجح، وهذا ما تقوم عليه حقيقة فلسفة عالم التشفير أو العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين أو سلسلة الكتل اللي هي بدأت يعني تأخذ مكانها في عالم التكنولوجيا الآن. نعم، طب أخيرا أستاذ وليد، ما هو التأثير الذي سيلحق العالم العربي جراء انهيار يعني هذه البنوك الكبرى في الولايات المتحدة؟ يعني عادة كما ذكرت في البداية أنه العدوى تنتقل من بنوك وهي عابرة للحدود، وفي قضية أخرى أنه معظم البنوك العربية وحتى المستثمرين العرب الأفراد يعني يستثمر في هذه البنوك اللي هي يعني خلينا نسميها متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. ولا أدل على ذلك أنه بنك كريدت سويس الذي انهار يعني من أكبر المساهمين في اللي هو البنك التجاري الأهلي السعودي، وحتى أنهم حاولوا يعني التواصل مع رئيس البنك الأهلي التجاري السعودي من أجل يعني ما بسموها بيل اوت او خطه انقاذ للبنك، ولكن رفض التعاون معهم. وبالتالي يعني بنك عربي مستثمر لدى بنك اوروبي او امريكي عندما نعم ينهار اكيد حيتاثر، وحتى المستثمرين يعني انا كشخص ممكن اشتري اسهم في بنك يعني في موجود في الولايات المتحده الامريكيه او في سويسرا او المانيا، وبالتالي عندما ينهار ويسقط سعر السهم فبالتالي اكيد اموالي المستثمره ارى راح يعني تتاثر وتذهب هباء. نعم، شكرا جزيلا الأستاذ وليد أبو هلال المحلل الاقتصادي والخبير المالي على كل ما تفضلت به في مسألة انهيار أو أزمة انهيار النظام المصرفي العالمي.